فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخل علينا رجل في المسجد واستنكر وضع المصاحف خلف المساند، مساند الظهر، بحجة أن المصلين عند صلاتهم تكون المصاحف خلفهم، يقول: ما التوجيه في هذه المسألة؟ هذه مبالغة، لابد تكون المصاحف موزعة على الصفوف، على الصفوف، ولا بأس إذا كانت المصاحف من وراء جدار، أنت بينك وبينها جدار، ولست مستدبرا لها، بينك وبينها جدار، وهي موضوعة في هذا الجدار لمن خلفك ومن خلف من خلفك وهكذا لأجل المصلحة. نعم.